والجالية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية تمثل نسبة مهمة من مغاربة العالم، حيث يصل عددهم إلى أكثر من 100,000 مغربي. وعلى غرار مغاربة المهجر، يقصد هؤلاء كل عام البلد الأم لقضاء عطلة الصيف وسط العائلة والأصدقاء. نرصد أجواء عودتهم من مطار دالاس بواشنطن في ريبورتاج محمد السعدوني والمتابعة لسعيد أجانا. حبهم وانتمائهم لأرض الوطن لا يختلف فيه أحد. ليليا مغربية عادت للديار الأمريكية بعد قضائها للعطلة الصيفية بالمغرب، وتتحدث بشغف عن تفاصيل الرحلة، وخصوصا إن تعلق الأمر بالأطباق المغربية. المغرب عجبني الفداوش، الكسكسو، طاجين ديال البرقوق. مشيت عند صاحبتي ما شفتهاش دابا سنين، ومشيت عندها في قنيطرة وشريت لي كادو لصحاباتي في المدينة. عاديا كنهبطوا للمغرب كل عامين، ولكن هذه السنة قررنا أن نسافطوا البنت ديالنا الكبيرة تمشي للمغرب، لأن كتعزيز عليها المغرب بزاف وعزيز على البلاد، وتشوف العائلة وتشوف جدودها وتشوف فين كبروا والديها. أكثر من 100,000 مغربي مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، فهم يمثلون سفراء المملكة المغربية بديار المهجر. أنا من المهاجرين الأولين لأمريكا في عام 1979، ودوزنا الحياة كلها هنا في الوطن الأمريكي، واشتغلنا كمثل الناس كلهم، ولكن ضروري حياتي كلها ما كنتش كندوز عام لو ضروري خصني نمشي للمغرب. بعد المسافات لا يغير من ملامح حبهم للمغرب، فارتباط مغاربة العالم بوطنهم الأم مسألة متأصلة في القلب ولا تقبل النقاش.